أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان شفاء، وهي من القصص الخيالية المثيرة والمعبرة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. 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 كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. في أرض بعيدة كانت هناك مملكة عظيمة، وكانت تقع في قلب أرض طيبة وساحرة تحيط بها مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء والجبال الشاهقة، حيث يشق أرضها نهر عظيم يقطع المملكة كلها وينحدر من الشمال إلى الجنوب، وقد منح المملكة المياه الوفيرة والحياة والخصوبة، وقد عرف بنهر الحياة. كان النهر تجسيدا لجمال الطبيعة وسحرها، ويمتد بين الحقول الخضراء والجبال الشاهقة، وعلى ضفاف نهر الحياة يزهر النبات الغني بأشكاله وألوانه، وتشكل الأشجار الشاهقة ستارا طبيعيا يحمي الزوار والسكان من أشعة الشمس الحارقة، وتمنح البيئة ظلا مثاليا للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة. وليس هذا فقط، بل كان يلعب دورا مهما في الاقتصاد والزراعة في المملكة، فكانت تعتمد هذه الحياة على الزراعة في المملكة بشكل كبير، وعلى مياه النهر لري الحقول الخصبة، مما يجعل النهر جزءا لا يتجزأ من حياة الشعب وازدهاره، مما جعل المملكة تشتهر بالأراضي الخصبة والأشجار المثمرة طوال العام. وعاش الناس في تناغم مع هذه الطبيعة، يحفظون التقاليد وعادات وثقافة ورثوها. كان الحكم في هذه المملكة خاص في العائلة الملكية، والتي كانت تحظى بحب الشعب والعوام، فلم تكن طبقة الحكام في تعال أو أنانية، بل كانوا في سعي دائم لرفاهية الشعب وراحته. وفي يوم من الأيام الهادئة وعلى ضفاف النهر، وتحديدا في كوخ بسيط مكون من حطب ومغطى بالأعشاب، كان الشاب عرفان يمارس عادته اليومية المعتادة، حيث يجلس على حافة النهر ويمسك بحصى صغيرة في يده، ثم يلقيها في مياه النهر ويراقبها وهي تتقافز على سطح الماء حتى تسقط في جوفه. لقد كان يشعر بأن الوقت يمضي ببطء، وأن الحياة في مملكة الجنة تسير بسكينة وهدوء دون تغيير. كان يفكر في أحواله الصعبة والفقر الذي يعيش فيه. كان عرفان يتيما لا أب له ولا أم، وكل ما يملكه في هذه الدنيا هو ذلك الكوخ البسيط، وكان يعتمد في كسب قوته على الأعمال اليدوية، فتارة يذهب لمساعدة أصحاب الحوانيت في أعمال التنظيف والبيع، وتارة أخرى يعمل حمالا لنقل البضائع ما بين التجار، أو مساعدة السيدات في حمل البضائع إلى المنزل. وبينما هو على حاله يفكر على ضفاف النهر، إذ فجأة سمع صوتا خافتا من خلفه، وعلى الفور توجه عرفان بسرعة نحو مصدر الصوت. وهناك بالقرب من الكوخ وجد امرأة شابة تدنو من بابه في ألم وخطوات بطيئة متعثرة، وبلا تردد تقدم عرفان نحو هذه الفتاة وسألها بقلق: ماذا حدث لك؟ هل أنت بخير؟ كانت الفتاة تتأوه بألم وتنظر إليه بعيون ممتلئة بالدهشة والتعب والرجاء والأمل. أدرك عرفان ما حل بتلك السيدة من مظهرها وشكل بطنها الكبيرة،
وفجأة تحدثت بصوت ضعيف واه وقالت: أرجوك يا فتى، أنا بحاجة للمساعدة، أنا على وشك الولادة. احتار عرفان بما يفعل، فقد كانت حياة الفتاة وحياة جنينها في خطر. ساعدها بعناية في الجلوس وبشكل مريح على أحد الصخور الكبيرة بجوار النهر، وأخذ يتحرك بسرعة للبحث عن الماء، وبدأت المرأة تخبره بما يجب أن يفعل، فقد بدأت عملية الولادة فعلا. لم يكن هناك تردد، فقد شعر عرفان بالتوتر والقلق، ولكنه تمالك نفسه وعمل على مساعدة المرأة في الإنجاب، وأخيرا حمل بين يديه المولود الصغير، والتي كانت طفلة صغيرة وبصحة جيدة. حينما أمسك المولودة لأول مرة شعر بفرح وتأثر عميقين، لقد أنقذ حياة الأم وحياة المولودة في هذا اليوم. راح يساعد الأم على أن تمسك بمولودتها الجديدة، والتي نظرت له بضعف وبدموع السعادة، وقالت له همسا بعضا من كلمات الشكر، وسقطت مغشية عليها. عمل عرفان بسرعة على نقل الأم إلى فراشه البسيط في كوخه وعلى ضفاف نهر الحياة. كان القلق يسكن قلبه، وأخذ يفكر فيما عليه أن يفعل، هل يذهب إلى المدينة وأن يبلغ عما حدث، أم يصمت وينتظر؟ وبعد تفكير عميق قرر أن لا يبلغ أحدا وأن يعتني بالطفلة ووالدتها حتى يفهم الحكاية كلها ويعلم من هو زوجها ووالد الطفلة. وبالفعل راح عرفان يحتضن الطفلة الصغيرة ويعتني بصحة الأم، وقال بصدق لها بعد أن أبصر في عيونها الكثير من الخوف: لا تقلقي يا سيدتي، ستجدين كل الدعم الذي تحتاجينه هنا، فقط أخبريني بماذا تريدين. وبعد بضعة أيام استعادت الأم وعيها وعافيتها، وبدأت بالحركة والجلوس. وبعدما علمت واكتشفت أنها وابنتها في مأمن في ذلك الكوخ الصغير، بدأت تبدي مزيدا من الارتياح والثقة. كان عرفان يخرج في الصباح يوميا للعمل في الأسواق القريبة، ويعود قبل المغرب بكل ما جمع من طعام للأم وطفلتها. وبعد أسبوع كامل بدأت الأم تحكي حكايتها وقالت: لا أعرف كيف يمكنني شكرك يا عرفان على ما قدمت لنا من معروف، أنت تحميني وابنتي دون أن تسأل عن قصتي أو حتى تعلم عن خبري. قال عرفان: لا تشكريني يا سيدتي، لقد فعلت ما سوف يفعله أي إنسان يجد شخصا في محنة، ولكنني أريد أن أعرف ما هي قصتك، ومن أنت، وما الذي حدث لك. بدأت الأم هادئة وهي تنظر إلى طفلتها الصغيرة والتي ترتعش في حضنها، ثم بدأت برفق في الحديث عن ماضيها وقالت: اسمي شفاء بنت شفاء، وأعيش في مملكة بعيدة جدا، وقد جئت إلى مملكة الجنة هنا لعلاج الأمير حسن ولي العهد ابن الملك. قال عرفان في تفهم: نعم، أذكر أنه ومنذ سنة تقريبا لقد أصيب الأمير حسن بمرض عضال، وقد عجز الأطباء عن العلاج، وكان القصر يفتح أبوابه أمام كل عالم وطبيب لتقديم المساعدة. حسنا، وماذا حدث بعد ذلك؟ قالت شفاء وهي تتذكر تلك اللحظات: لقد قمت بعملي على أكمل وجه وتم شفاء الأمير، إلا أن الملك رفض عودتي وأصر على أن أكون في رعايته وأن أكون طبيبته الخاصة. حاولت الرفض ولكنه أصر على ذلك، وخاصة عندما علم بسري وبموهبتي، وحبسني في جناح خاص داخل القصر.
قال عرفان: وما هو هذا السر والموهبة التي تمتلكينها؟ قالت شفاء في دهشة من سؤال عرفان: حسنا يا عرفان، لعلك لم تدرك بعد، أنا شفاء بنت شفاء حفيدة شفاء، جئت من نسل مبارك، وكانت جدتي تحمل القدرة على شفاء الأمراض كلها من خلال اللمس، ومن جدتي الكبرى شفاء تم نقل هذه الموهبة إلى جدتي ثم إلى أمي ثم إلي. قال عرفان: يا لها من موهبة نادرة، هل تستطيعين شفاء أي مريض كان حتى وإن كان يحتضر؟ قالت شفاء في سعادة وابتسامة: الأمر ليس كذلك، موهبتي تعالج الأمراض الباطنية مثل انتشار السم في الجسم والأمراض التي يصعب علاجها، بينما الجراح الخطيرة والمميتة لا تستطيع موهبتي أن تمنع عنها الموت، ولكنها تعطي الجريحة أو المحتضر الشعور بالراحة والسكون وتخفيف الألم عنه. على كل حال لم تعد لدي موهبة الآن. قال عرفان وبدهشة: ولكن لماذا؟ قالت شفاء: تلك الموهبة والتي منحها الله لنا نتوارثها الفتيات فقط دون الرجال، حتى تتزوج الفتاة منا، وبعد الزواج تختفي الموهبة وتتلاشى حتى تنتقل إلى الإبنة الكبرى وتظهر عليها في السن السابعة، وهذا ما لم يكن الملك يعلمه. ظهرت علامات الفهم على وجه عرفان، فأكملت شفاء وقالت: طلب أحد العاملين في القصر من الملك أن يتزوجني، وقد وافق الملك على ذلك ووافقت أنا، وبعد الزواج تلاشت قدرتي العلاجية، وقبل أيام من الولادة أصيب الملك بوعكة صحية وطلب مني لمسة الشفاء، وعندما علم الحقيقة انزعج كثيرا وطردني وزوجي من رعايته، إلا أن زوجي قد تخلى عني وتبرأ مني فطلقني ليرضي الملك، فهربت من القصر حتى عثرت أنت علي. صمت عرفان طويلا بعدما سمع قصة شفاء ومعرفته بموهبتها الفريدة والتي فقدت، وكيف أن تلك الموهبة قد ارتبطت بجدتها وأمها، ثم نظر إلى الطفلة الصغيرة في مهدها، حيث بدأ يدرك أنه قد التقى بشخصية لها مكانة خاصة في هذا العالم، وأن الأيام القادمة سوف تحمل له الخير الكثير. علم عرفان أن موهبة الطفلة والتي لم تظهر بعد نعمة نادرة وقيمة، لذلك عليها أن تبقى هنا بجانبه في كوخه البسيط. قال عرفان: إذن فالطفلة بين أيدينا الآن اسمها شفاء مثلك ومثل جدتك، أليس كذلك؟ ارتسمت الابتسامة على وجه شفاء وهي تنظر إلى ابنتها الرضيعة والتي كانت نائمة في أحضانها، وقالت: بالفعل، لطالما أردت تسمية ابنتي بهذا الاسم، ألا ترى أنه اسم جميل يناسبها؟ قال عرفان: بالفعل يليق بها وبك. أبدى عرفان احترامه وتقديره لاختيار الأم لاسم ابنتها، وأكمل الاعتناء بالأم وطفلتها، وقال لها: سوف تمكثين معي هنا وسوف أعتني بكما حتى تستعيدي كامل قوتك وطاقتك، وحتى تبلغ الطفلة الفطام، ولا داعي أن يعلم الجميع أنك هنا. وافقت الأم وهي مضطرة، وحالتها لا تسمح أبدا بالسفر والعودة إلى مملكتها البعيدة، والناس في هذه المملكة لا يعلمون عنها شيئا. وبالفعل وعلى هذا الحال بدأ في كل يوم يجد عرفان في العمل في الأسواق المختلفة لجلب الطعام والحاجيات لهما، وكانت تقوم شفاء بتنظيف المكان والكوخ وتعمل على الطهو لعرفان ولطفلتها الصغيرة. مع مرور الوقت كبرت شفاء الطفلة تدريجيا
وأصبحوا مثل عائلة صغيرة تعيش في سعادة هادئة على ضفاف النهر. وأخيرا بلغت الفتاة الفطام بعد عامين كاملين، وهنا قررت الأم الرحيلة وطلبت من عرفان المساعدة، إلا أن عرفان قد فزع لمجرد فكرة رحيل الطفلة وشفاء، وطلب منها ألا ترحل، ولكنها قالت أنها غابت عن بلدها ومملكتها لفترة طويلة وتريد العودة ولا تريد أن تثقل عليه أكثر من ذلك. صرخ فيها عرفان وقال لها أنه تعود عليها وعلى طفلتها، والرحيل قد يسبب خطرا لابنتها، إلا أن الأم شفاء قالت الطفلة بلغت الفطام ونحن نعيش في كوخك هذا بلا أي صفة، ماذا سوف نفعل؟ ماذا سوف تفعل إن علم الناس بوجودي هنا؟ قال عرفان في نفاذ صبر تزوجيني إذن. وبالفعل طلب عرفان من الأم الزواج وأن تصبح شريكته في الحياة حتى لا ترحل، ولكنها رفضت عرضه في أدب وقالت أنت لا تحبني ولا ترغب في الزواج مني يا عرفان، إن كنت تريد حقا الزواج مني ما كنت انتظرت كل تلك المدة حتى تطلب يدي. على كل حال أنا شاكرة لك عظيم الشكر على رعايتك لي طوال السنتين الماضيتين، ولكن حان الوقت الآن للرحيل، وطفلتي تستطيع أن تمشي وهي واعية كفاية حتى تتحمل رحلتي إلى بلادي، ويمكنك يا عرفان أن ترافقنا وسوف تجد في بلدي الخير والعمل. لم يكن هذا ما يريده عرفان أبدا، لقد صبر طوال تلك الفترة من أجل هدف واحد فقط، والآن عليه أن يتصرف، فتلك المرأة تريد أن تدمر أحلامه. حاول مرارا وتكرارا أن يقنعها بأنه يحبها ويرغب في أن يكونا سويا، ولكن شفاء كانت عازمة على الرحيل، وفي لحظة واحدة تأجج الموقف وفقد عرفان صوابه وأصيب بالجنون تماما. حاول بكل قوته إقناع شفاء الأم بالبقاء وعدم الرحيل، وحدث ما لم يكن يتوقعه أحد. في لحظة من الغضب واليأس دفع عرفان شفاء بعنف مما أدى إلى سقوطها على الأرض، ارتطم رأسها بحجر ثقيل وسالت الدماء من رأسها. بقيت الأم على الأرض لفترة وجيزة وعيونها تبحث في كل مكان عن ابنتها، والتي كانت بالقرب منها تنظر إلى أمها في فزع ورعب وهول. وسرعان ما أغمضت الأم عينيها وتوقفت تماما عن التنفس وتوفيت أمام عيون شفاء الصغيرة، والتي كانت تراقب هذه الواقعة بصدمة تامة. ومنذ تلك اللحظة لم تستطع شفاء الطفلة إصدار أي صوت أو حتى صراخ أو بكاء، لقد فقدت القدرة على التحدث والبوح بمشاعرها، وكيف لا وقد شهدت وفاة والدتها أمامها على يد الرجل الوحيد والذي تعرفه في حياتها، والذي كان بمثابة أب لها. أما عرفان القاتل المتهور فقد كان يصرخ ويندب حظه، ولكن لا شيء يمكنه فعله لإعادة شفاء إلى الحياة. كان هذا الفعل الذي قام به نتيجة الغضب، وقد يكون عبئا كبيرا على ضميره وإلى الأبد، وسيعلم دائما أنه كان السبب في وفاة الشخص الذي كان يحترمه ويقدره. وأخيرا وبعد فترة من الوقت نهض عرفان واستجمع نفسه وقام بحمل الأم ودفنها بجوار النهر، والذي كان يعبثان به معا في أيام سعيدة. ومنذ ذلك الحين قرر عرفان أن يعتني بشفاء الطفلة حتى تبلغ سن السابعة، على الرغم
من أنها فقدت القدرة على التحدث بعد موت والدتها، وقرر عرفان الرحيل إلى قرية أخرى، وبالفعل أخذ كل ما يملكه في الحياة وارتحل بمحاذاة النهر إلى قرية جديدة ليبدأ حياة يعلن فيها عن نفسه وعن ابنته شفاء الوحيدة. وبالفعل سعى عرفان إلى توفير العناية والرعاية الكاملة لشفاء، واستمر يعمل في الأسواق ويرعى ابنته الفتاة شفاء ليلا. وعندما بلغت شفاء سن 7 قرر عرفان التأكد من ظهور تلك الموهبة الموروثة في عائلة والدتها. وفي يوم من الأيام قام عرفان بزيارة تاجر الحيوانات الأليفة ليرى ما عنده من حيوانات مريضة. أحضر له هذا التاجر أرنبا صغيرا وقال له إن هذا الأرنب عليل ولن يعيش طويلا، ولذلك باعه بثمن بخس مع بعض من الطعام. ذهب به عرفان إلى كوخه الفقير وقال لشفاء إن هذا الأرنب يحتاج لها. نظرت الطفلة والتي تبلغ من العمر 7 سنين إلى الأرنب المريض وشعرت بشيء ما يتحرك بداخلها، فقامت ولمست الأرنب وأغمضت عيناها وما هي إلى لحظات حتى كان الأرنب قد شفي تماما من مرضه وبدأ يلتهم الطعام الخاص به في سعادة. هنا تأكد عرفان أن الشفاء قادر على لمس المصابين وشفائهم من الأمراض وتخفيف ألامهم، وقرر الاستفادة من موهبة شفاء الطفلة، فلقد صبر كل تلك السنوات من أجلها ومن أجل أن يمتلك تلك القوة. ولكن كيف يمكنه السيطرة والتحكم في تلك القوة، وكيف يمكنه استغلال شفاء؟ في اليوم التالي توجه عرفان إلى السوق بملابس جديدة وقام بوضع لحية مستعارة، ولأول مرة كان بصحبة شفاء والتي وضع عليها ملابس أولاد وقام بإخفاء شعرها بعمامة تليق بفتاة، وتوجه مباشرة إلى أمهر وأشهر طبيب في المدينة والذي كان يجتمع عنده يوميا عدد كبير من المرضى لتلقي الكشف والعلاج. جلس عرفان بين المرضى وهو يراقب شفاء والتي بدأت ترتبك، لقد كانت تريد فعلا أن تنهض من مكانها لتسعف وتشفي المرضى بلمستها، ولكن والدها كان يمنعها من أن تلمس أي أحد. وعندها بدأ عرفان يكتشف ويفهم كيفية عمل موهبة هذه الفتاة، فهي تستشعر المرض وتذهب إلى موضعه وبلمسة واحدة تتمكن من منح المريض الراحة والشفاء. بدأ يقلب الأمر في عقله مرارا وتكرارا، وأخيرا نهض وقال في وسط الجميع: إن الانتظار هنا مميت وقاتل، سوف أرحل الآن عن هذا الطبيب والذي سيقتلنا هنا بالانتظار، لقد سمعت عن طبيب رائع يعيش على أطراف المدينة قادر على شفاء العلل كلها ولا يأخذ إلا درهما واحدا فقط أجرة له. وعلى الفور قام عرفان بالانصراف وهو يتصنع الغضب، ولم يتبعه أحد إلا تلك السيدة الفقيرة والمعدمة والتي كانت تحمل طفلها الصغير المريض العليل. وظلت تلك السيدة تتبع عرفان إلى ذلك الطبيب المجهول والذي يعيش على أطراف المدينة، وما هي إلا دقائق حتى كان عرفان أمام كوخه، وتصنع الإذن بالدخول والسيدة تراقب ما يحدث في قلق. وفي داخل الكوخ خلع عرفان عنه التنكر وخرج بسرعة إلى السيدة وقال لها: لماذا أنت هنا؟ قالت السيدة وهي تبكي: أنا فقيرة معدمة وقد سمعت أنك طبيب ماهر لا تتقاضى إلا درهما واحدا، وولدي مريض للغاية لا يقوى على الحركة
وأخشى أن يموت، وقد ذهبت به إلى العديد من الأطباء ولم يكتشف أحدهم ما به من علة. تقدم منه عرفان وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أعطيني الطفل وانتظريني هنا لحظة واحدة، لا تقلقي أيتها المرأة. وبالفعل تناول عرفان هذا الطفل المريض ودخل إلى شفاء في الكوخ، والتي ما إن رأت الطفلة حتى تقدمت إليه وقامت بلمسه، وعلى الفور فتح الطفل عينيه وقد ذهب الألم عنه وبدأ يستعيد عافيته في معجزة حقيقية. لحظات وخرج عرفان يحمل هذا الطفل وقدمه إلى أمه وقال مبتسما: هذا هو ابنك، لقد تم شفاؤه بفضل الله، ونظرا لكونك فقيرة فلن آخذ منك أي نقود. انهالت الأم تبكي وحاولت أن تقبل يد عرفان، ولكنه منعها وقال في ابتسامة: كل ما أرجوه منك أن تخبر الناس عن مكاني وأنني هنا من أجلهم ولشفاء المرضى. لم تصدق السيدة الفقيرة نفسها، فراحت تجوب الطرقات والأسواق تحمل ولدها بين يديها، وهي تصيح أن الطبيب عرفان قد قام بشفاء ولدها دون مقابل. وفي خلال يوم واحد فقط كانت كل أم لها ولد مريض على باب كوخ عرفان تطلب منه الشفاء، فكان عرفان يستقبل الجميع ويأخذ على كل حالة درهما واحدا لا غير، لتقوم شفاء بلمستها السحرية دون أن يراها أحد. انطلت الحيلة على أهل كل المدينة، وجمع عرفان الكثير من الأموال في يومين فقط، وقد حقق من الشهرة ما هو أكثر من أي طبيب آخر. وهنا قرر عرفان الرحيل عن المدينة إلى مدينة تالية، وفي كل مدينة يذهب إليها كانت شهرته تسبقه دائما، وفي كل مدينة يزورها كان يرفع من أجره ويشتري بيتا كبيرا حتى يتم شفاء كل أهل المدينة، ثم يرحل إلى المدينة التالية. كان يجوب كل مدن المملكة ويمكث في كل مدينة شهرا واحدا أو أقل، وهكذا ولمدة 7 سنوات تالية كان الطبيب عرفان أشهر أطباء المملكة كلها. لا توجد مدينة إلا والناس تعرفه وتقدسه وتنتظر وفوده إلى المدينة. أما عن شفاء فقد عاشت تحت حكم عرفان وفي كنفه حتى بلغت 14 من عمرها، وكانت حياتها محددة ومقيدة بشكل كبير، لم تعرف الحرية أو السعادة الحقيقية أبدا، فهي لم تغادر جوار عرفان أو غرفتها المخصصة إلا نادرة. لم يكن لشفاء أي نوع من التواصل مع الأصدقاء أو الأقران من نفس العمر، لم تتلقى تعليما منتظما، ولم تكن لديها أي فرصة للتفاعل مع الأطفال الآخرين. كانت تعيش في مساحة ضيقة داخل البيت الواسع، ولم تكن لديها فرصة للخروج واستكشاف العالم الخارجي. وفي كل يوم كان عرفان يجبر شفاء على العمل دون توقف، على علاج الحالات والتي تأتيه، وكانت تمضي ساعات طويلة يوميا في مساعدة المرضى وعلاجهم بلمستها دون أن يعلم المرضى أنفسهم بوجودها. فكانت كثيرا ما تقف بجوار عرفان صامتة وكأنها المساعد الشخصي له، ولم يكن أحد من المرضى أو ذويهم يهتمون لوجودها أو لتلك اللمسة السريعة التي تضعها على موضع الألم، وكان الجميع يعتقد أن الطبيب عرفان هو من يقوم بالعمل. عاشت شفاء في الظل فقط، مجهولة تماما للعالم، لا تعرف عن والديها أو عن أصلها شيئا، ولا تعرف سوى عرفان والد لها، وكانت تعيش حياة مظلمة وعزلة تحت سيطرته
لا ترتاح نفسها إلا في النوم، وغالبا ما كان يزورها ذلك الكابوس وتلك الذكرى عن والدتها وهي تموت تحت أقدام عرفان. عاشت شفاء حياة مأساوية تحت سيطرة عرفان، والذي أصبح مشهورا بالطبيب المعجزة، وأصبح أثر الأثرياء في كل المدن، حتى دخل الكبر إلى قلبه وامتنع عن علاج الفقراء والمحتاجين. لقد أصبح عرفان متعجرفا ولا يعطي أهمية تذكر لمساعدة الناس بعد الآن. أغلق أبواب عيادته أمام الفقراء والمحتاجين، وأصبح يتلقى فقط المرضى الأثرياء الذين يدفعون مبالغ طائلة مقابل علاجه. هذا السلوك بدأ يثير الانتقادات والاستياء من قبل الناس في هذه المملكة، وانتشرت الأخبار كما النار في الهشيم عن تحول عرفان من الطبيب الرحيم إلى رجل طموح وبخيل. وفي أطراف المدينة عاش الحطاب الفقير منصور حياة قاسية وصعبة مع شقيقه الصغير الوحيد عدنان، والذي أصيب منذ سنة بمرض خطير لم يستطع أحد علاجه منذ سنة تقريبا، ومنصور في انتظار الطبيب المعجزة، وبدأ يجمع الأموال درهما تلو الدرهم حتى يسمح له بلقاء الطبيب عرفان. ولكن عندما جاء الطبيب منع العلاج عن الفقراء ورفع سعر العلاج والكشف. باتت الأيام ظلاما أمام منصور، ولم يكن هناك مفر أبدا من تلك الخاطرة والتي راحت تدور في رأسه، وهي أن يقوم باختطاف الطبيب المعجزة عرفان. عرف منصور أن هذا الفعل هو عبارة عن جريمة، إلا أن حبه الكبير لأخيه جعله يفكر فيها وباستمرار. قرر منصور أن ينفذ خطته في يوم خروج عرفان من المدينة، وانتظر حتى تأكد من موعد مغادرة عرفان، ثم بدأ في تنفيذ هذه الخطة. جمع منصور حطبا كثيرا وصنع فخا مناسبا للعربات، وتوجه إلى الطريق المحدد والذي يعلم أن الطبيب سوف يمر عبره. في منتصف الطريق سقطت عربة عرفان في الفخ وتحطمت عجلاتها الخشبية، وانقلبت الأمور بشكل مفاجئ أمام عرفان، والذي لا يعرف ما الذي يحدث معه. وبالفعل انقض منصور بسرعة على العربة وعلى عرفان وأمره بالخروج، وكرد فعل سريع شعر عرفان بالخطر والتهديد وخرج من العربة، بينما منصور كان يتحكم في الوضع، وقام باختطاف الطبيب ووضعه على حمار صغير، وقام بتكميم فمه وربط يديه وعصب عينيه، وسار به في طريق جانبي عبر الغابة قاصدا إلى المنزل الصغير. أما شفاء فقد سقطت بمجرد أن سقطت العربة في الفخ وتدحرجت بعيدا وفقدت الوعي، وبالطبع لم يلتفت لها أحد. أخيرا وصل منصور إلى المنزل، وحمل الطبيب عرفان إلى الداخل ووضعه أمام فراش شقيقه المريض، وأخيرا فك الرباط من عينيه وبدأ في تهديد عرفان وبشكل صريح. أشهر منصور سكينا يحمله، وأخبر عرفان أنه إذا لم يقدم علاجا فوريا لشقيقه الصغير فيضطر لاستخدامها ولن يتردد في قتله أبدا. أما عرفان فقد كان في حالة من الصدمة والفزع، بدأ يتحدث مستسلما وبكلمات متقطعة وهو يكاد يبكي ويقول: أرجوك لا تفعل شيئا، أنا ليس لدي خبرة طبية، أنا لا أعرف كيفية علاج أي شخص، أنا لست طبيبا، إنها مجرد شائعات وأكاذيب، لا تقتلني أرجوك، صرخ منصور بغضب وهو يضع النقود كلها
والتي امتلكها أمام عرفان. كذبت أيها الطبيب، تحدثت عنك كل المدينة، لماذا لا تقبل النقود وتعود إلى بيتك وتقدم العلاج لأخي؟ أرجوك، هذا شقيقي الوحيد. كان الرعب يتصاعد من داخل عرفان، والخوف والرهبة والدموع تسيطر عليه، ولم يعد يستطيع الكذب. بدأ في الاعتراف بأنه ليس طبيبا، وأنه ليس لديه معرفة بالطب ولا بأي علاج. أخبر منصور بأنه كان يستغل موهبة شفاء الفتاة دون أن يكون لديه أدنى معرفة لكيفية العلاج. قال منصور بقوة وهو يصرخ: اعترف بالحقيقة، أين تلك الفتاة؟ قال عرفان وهو يبكي ويرتجف من الخوف: أنا آسف، لقد ارتكبت خطأ كبيرا، ولكن من فضلك لا تفعل شيئا تندم عليه. سأعالج شقيقك وسأقدم له الرعاية الصحية التي يحتاجها، فقط دعني أعثر على شفاء، لقد كانت معي في العربة. نهض منصور وقام بتقييد عرفان وكمم فمه وقال: حسنا، إذن سوف أذهب للتحقق مما تقول، وسوف أعود بعد ذلك، وإن كنت كاذبا فسوف يكون الموت أمنية لك ولن تنالها. هكذا تحولت حياة عرفان إلى جحيم، وأدرك أنه لا يمكنه الهروب من تبعات أعماله السابقة. وفي مكان الفخ الذي نصبه منصور، وبعدما استعادت شفاء وعيها، وجدت نفسها وحيدة ومهجورة في منتصف الطريق. كانت تشعر بالخوف والضياع، فلم تكن تعرف كيف تتصرف أو كيف تعود إلى المدينة. هي مجرد فتاة صغيرة بكماء، لا تستطيع التحدث أو أن تطلب المساعدة، لكنها لم تفقد الأمل، وبدأت بالتحرك ببطء في اتجاه المدينة، وتتتبع أثر العربة على الطريق. في ذلك الوقت خرج منصور عائدا إلى موضع العربة على جانب الطريق، وبدأ يفتش جيدا في المكان، وأخيرا عثر على آثار تدل على وجود الفتاة شفاء، وبالتالي قرر أن يتبع تلك الآثار. وبالفعل قضى منصور ساعات طويلة في ذلك، وعلى الرغم من صعوبة المهمة وتشكيكه في كلمات عرفان من البداية، إلا أنه لم يفقد الأمل، وفي النهاية عثر أخيرا على شفاء ملقاة على الأرض وقد فقدت وعيها من التعب الشديد. لم يعد منصور إلى كوخه، بل قرر الذهاب مباشرة إلى أمير الشرطة في المدينة، وهناك بدا عليه التوتر والقلق، ولكنه قرر أن يخبر السلطات بكل ما قام به. بدأ منصور بالحديث، وأخبر كبير الشرطة بكل التفاصيل حول كيفية اختطافه للطبيب عرفان، وكيف أن الطبيب المشهور المعجزة قام باستغلال الفتاة شفاء والقوة الخارقة لديها. اعترف منصور بجريمته، وأقسم أنه لم يفعل هذا إلا لإنقاذ شقيقه الوحيد. وأمام رجال الشرطة في المدينة لم يكن وجود شفاء وصمتها الطويل والدموع التي تملأ عينيها دليلا، ولكن قلوبهم كانت تستشعر الصدق في حكاية منصور. ولذلك قرر أمير الشرطة أن يساعد منصور وأن يذهب معه للتأكد بنفسه، وذلك بعد أن قدم للفتاة الطعام والشراب والراحة. وسرعان ما توجه منصور بصحبة شفاء إلى الكوخ، وما إن دخلت حتى رأت عرفان على حاله ما زال مربوطا في الكرسي والذي تهللت عيناه عندما رآها. نظرت شفاء إلى السرير ورأت الطفل الصغير المريض، فتحرك ذلك الشيء بداخلها وتوجهت ناحيته وقامت بلمسه بتلك اللمسة السحرية. ما هي إلا دقائق حتى كان الصبي الصغير قد شفي تماما،
وعلى إثر ذلك قامت الشرطة باقتحام المكان والقبض على عرفان، والذي قام بالاعتراف بكل شيء وحكى قصة شفاء بنت شفاء حفيدة شفاء، وقال الحقيقة كاملة وأنه قام باستغلال قوتها الشفائية. رد كبير الشرطة بجدية على اعترافات عرفان وقرر القبض عليه وتقديم الرعاية الطبية إلى شفاء. انتهت رحلة الاحتيال والاستغلال والتي قادها عرفان، وبدأت شفاء في العثور على فرصة للعيش بحرية وسعادة في كنف أمير الشرطة، والذي كان رجلا صالحا. وبعد فترة من العلاج والتأهيل بدأت شفاء بالتعلم في كيفية التواصل بشكل جديد، وقد استطاعت التكلم بعد أن كانت تتواصل بالإشارة، مما فتح أمامها عالما جديدا من الفرص والتجارب. أما منصور فعوقب بحسب القانون مع التخفيف عليه لحاجة أخيه الصغير، وقد كفله أمير الشرطة كذلك أثناء غياب منصور في السجن. أما شفاء فقد عادت لمساعدة المحتاجين والفقراء بلمستها الشافية، حتى بلغت مبلغ الفتيات وتقدم ابن منصور للزواج منها. عاشت معه حياة هادئة بسيطة طبيعية، وقد رزقها الله بالأولاد ولم يكتب لها البنات، فكانت شفاء آخر من حمل تلك الموهبة الفريدة. ولكن هل كانت شفاء وحدها من حملت تلك الموهبة، أم أن هناك في مملكة بعيدة أخرى من كانت تحمل موهبة مثلها؟ انتهت الحكاية.